السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفتي قيمة هي غاية حبة سود وهذا وللكي مسكين عاود قبرة تمرة من شطي يلي سود وهذا سود وهذا أصحابي سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي إذا شرفتي قيمة هي غاية حبة وللكي مسكين عاود قبرة تمرة من شطي يلي سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي إذا شرفت إي قيمة غاية بضن وولالك المسكين عاود قبر تمرة من شطي يلا. سود وهذا وركي يقدم بي أي إن لو ذا قدونا دو إله إرادة رئيس الوزارة حسن على غيره أو بغل إيه كنتم كن أو دولار كو ريجيي قدوميها أما وزير كدن يرد عيارها إيه كونفرق البيت مانتا تاس أو لوليسي دونا قرونك كوبادة عاكتا إيه مغالا ذا bay dabo adu ila ilaado en iyo warkii ugu dambeeyay yaa xiray ama yaa joojiyay shaqadii garoonka stadium muqdisho. Soo dhawaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halima Hashikin en anba en shukri en an anam maalin oo ku jeeda wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shukri سودو ولاشي معانتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قروح إنا حاجي سودو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو هذا وركي وقدم بيي أدو إلى إراد رئيس الوزارة حسن على غير أو بقول يكون تكون أو دولار كوريجيي وزيركا سبورتسكا أما دلين يرادا يكون فرق البيت تاس أو لوليس دونو قرونكا إساقا أو مانتا قرونكا لحدي سنة كوبل ليجيي بنونيجا لويقا نكوبادا إساقا أو موجي إنو يهي يريهن كبدا حتى سو يرجي. سو دوادا سو دوادا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان فرحي ان لول حبي ان رون ان راقيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سو دوادا ولكن مسكين عاود او برت ابراهيم شطيله وركي او دنبي يا حري ام يا جوجي شقدي جرونك كبدا عقتا استاديوم مقدشو حقتها سيان ربع الى ان لوداك waxaan rabaa umadda soomaaliyeed meel walba ay joogto inaan isoo gudbiyo. Waalaikum asalaam ayuub en kiin. Waalaikum asalaam haldoor. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabay en waxaan rabaa inaan la wadaago yaa xiray ama yaa joojiyey shaqadii garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho. Nasruddiin Nasriina Cabdullaahi Diirshe. سود وعليكم السلام نرمل. وعليكم السلام أمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابي بليز عاوزنا يا دادو عصب تا يوتيوب كمان شكرا وشاريان سبسكرايب صار جنب لايك فور لايك نصر سيادو من نقطة أصحابتنا يوتيوب كا هدوك دافو برامج شدي نسي على يوتيوب كوجش هاي يلي لايف كم دافنا يوتيوب كا فيسبوك كا مركان طمعي وكتور هدو إلى هذا. سود وهذا عبدي هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابي يا حري أما يا جوجي شقدي جرونك كوبدا عقت هربا هنا ومضى الصومالي أو يفتيمي ضلك الدولة ذاك جرتة سراكيل أمنية جرتة سردون دولة ذا جرة كان عصبت ذي مقالة مقدش الديني للعقل وغادا علاش بيها العقل وغادا هديش شقدي جرونك اللي جوجي وشركة دي جرونك دي سنتي لا حري اللي يري شقدي جوجي شقدي نساسي كوي استاكتي شرف داعي كنت هاي دولة الصومالية maxay yeelay maasha in dalku ay dowlad ka jirto iyo in iska jirin wax ka dhahay male dowladda iyo dalka taris hadii al shabaab ay kula maamulaan dalki waxa raali ka tahay in al shabaab dalka ku sii jireen. Waalaikum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cabdiraxmaan maxamed xasan dhammaantiin nasru xaaji soo dhowow nasru bintu maxamed. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرّوا مركّة إن لمن كان يكتب صيانة إن باور مش كليين الشباب إن عدوى البشر ذاك جو جكرتو أمر دول ذود أي الوليسي شركة دي مركّة أما ميرت على الشباب خادت وانتي تلفون لص أدري لي على شغلة جوج وينو يراد مجوجني صوتها أمر دول ذود مقسمينه شغلة سلاس الوليس تجي سلاس أنا كوها كتي وعند تاسك وتوصل ساعة sirdoonka dawladdu inay alshabaab ugu tirbadan yihiin dalka maxay yeelay shaqadan waa la dhisay
أمر الدولة ده الأولي سي شغلي واسع تي شركة دي قاعدة كويس يا دي أنت اللي راجوجي سوي جوجي ده شغلي دوكم كم سوى عز إذا أنا أقول لك حسبت من دونا عدة صوى عادي أو شغلك يستأجري إقامة تي أنا لما تشين دونا إن الشركة ده سكوسور نقول اسمها غرونك أيام ربع أنا بلشوا أنت الصومالي إذا ونسا إن إلا وده بليز عنك عصنا يا هذا دي قصة بتاع يوتيوب مشكرو سارين سبسكرايب سارين جمالك فرلاك نصار سألكم من نقطة أسحبت هنا براه بلشوا كويرن وإني سو كوبيا أصلا على غير أبقول يكون تكون أدور كوريجي وزيركا لأن يرضى أم عيارها يكون فرق البيت وربحنا يعني كذا يا دو إلى هيرادو حرب أمريكا بلشوا أنت الصومالي داون هنا هيرادو ضلكو دولة كتاليس أنا هذا الشركة دي دولة ده كم سوق هذا كقدرات هل بعشي أو أنت أصلا شركة ذاك وترتمت شركة دي إذا وحي نصيب وحي شئنا نقرونك كوبادة أكتر بسو والي سي غالي وكويشن اسمي هو هذا هدي انت اللي ما دقل إلى شغلة الزوج العقية كوبا حتى ندبان إلا سعليه شقة دي الدولة النمادة هدي اللي استاجي أو أمركي الدولة النمادة يا الشباب انتو عين إيران شقة دي قرونك الأولي سهل الزوجي العقتي هورنا ولا قصو علنا إيكر على الشباب اللي مدين ما هي لقفك باور كي سواء إنو الدولة النمادة أمركي الدولة النمادة وكو شقيها سموا كوجه إسماعيل ويلي سولو بل حاج لول وكو جدا وحان ربا مركي انا تفيدو واس دولد وشير قريسين شقدي قرون كوالي استاج انا وحان ربا حق والبقو اللي لو داق انا بلشو انت اصاب بنيو سوطا الدلدل الله داس دولد ويدي بسا شعبك قبل كبناندر ويدي بسا ان شعبك قبل كبناندر لو شاقو باسميه دولد نمدا السعودي ان لجوجي مالفير ادن كنت سيها باسميه اما 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 يشاق محل داهاي اما اسميه أما شقدي دول النمدة اللي هي هدي اللي استاجي والفين ما شكلت صاي شقدها سو حواي عدي كلوغ لهد أيام سوليدي تغادس أما سنتا تانكي مركب عربة إن الفيديو جالس جارسين سمتوا شركة دي على شو الله ضبطوه أنا بس لا سأعمل سنة سمتوا وعربة عدو البقى كل شيء حريتي عدو البقى أرماس كل شيء بالفيري 2014 الله نحرست لك بدن تليه عيدن كحوق دلك الصومالي جوه جديد نكال شباب بعش ويلو أدر ويا أي نمك أنت لا حريرين وحب الله غادين العكس سديت كل أدولار أوكيش سديت كل أدولار أو والله وبالله وطلع نسبيني أو ملو دقي ملو والب أوربا لوك شوية ملو والب أوربا أي لوك شوية لكن محفوظين يا قرحة لكينيا سجل لودي بيا ما دام عن البارين جذو قلنا يا قول كده بدن وجينيا سلاس وكل مانيا مركزه أدرك استريم ذا أشيء يرى أدر نمك ساسي لسه حرين مركزه يرقد فوت وات شغل شغله وات أنا كل شقيني مر والبيك سوا عن أفضه أنطق وإفنتنا ملينه سلاس أنا نمك أنت لودجي أيك نن أنت لغبتي قريحين ولا في الشري أيك نن ولا غبت قريحين ولا في الشري نكاسو وهم متصي إلا ضلعسيو لكن وأنا أنت كسوا عن كل شغلي جرانك الودي ساي استاديو مقدسه جوج ولا يساجي شركة دي يا الشباب لو ضبطوا صوت العجي هروكوا بحنا اللي يسوعلنا ما إكسكيوس ما إني ترى ذا نمر أنتي سوى عني شركة دي يستأجر إكسكيوس مي مانس ضلك الدولة ذاك جيت أمر الدولة ذات أيه لو يستأجرها دولة دي شال خود ترتدي كتر جوج وجوجني لكن هدي أتجوج أو الشركة دي نهلك سكوي كيس من ديت كلا وتر قال قرن كنا خودنا ماذا أي مال موين أذو عنتو لعكتر ندي بوسو عليه شركة كلنا والله وعني أنا ما مركي إنا إلى هذا كان عصت هذا مجال هذا مقدس شرطا وتوجده وعلى شو وين إني منك أمر رده هذا فلية وإن عمبر الغوص قبته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرعية فهذوما مايمن لما أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت ورانك قاد بليز مركو عصني هذا دعوة صبته يوتيوب كم يشكرون شاري سبسكرايب صار جنب لك فرلاك نصار سألكم من نقطة أصحابتين أنا كم هذا علني هذا كذا يوتيوب سبسكرايب كساري وأني نيجي هذا وأني كم هذا علني أصحابتي إذا ربطت إني برامشي ذو كورنات قف كي كرب الله برامشي أكو إرنان كرا دا وحيرا بأني فيسبوك يقد داودان كري يوتيوب كري سبسكرايب صار مصع عنص أنا وحان ريبان يا أصحابتي ربطت إني إلى شخيص وما سنتين حمدي سلو وعربا مركينا الدولة أشير قريسين شقادي الدولة نماذا فيري نمان تكد مقالة مقصد جوغا وحليري إمادة هيا حقيني ما نضيني لو تقيهن أيه سدع برادة العيت اللي نكو قلفت كان وبحيني نمان كان فيري عالم كيو طن هذا العجيه وافش المين نمك وافش المين نمك العجاه مليون كل جودي هاي بد ما قالوا كينيا وحجودي شيء دغين أمريكا جيسنسي أقول أنت نمك وادم هذا على الأرض وادم أنت على الأرض ما أردتين وادم أنت ديك السنة هني عديني
نمكن وابابين مركب ماشي كلية منطقة غالها كيلان ومجالة مغدشو قناع ستديري او ام بابورها ام سخورها ام برها ام قولي لك القدا هاي دون الدن ويني ويوقتها انو عكي غبط بالفير وركي تاس مركب عليكم السلام ورحمة الله بركاته ورد وكسواعية برامج مركب ونوشن موكسواعية في دوق هلا شير كريورتا أصعبت يقول عصبنا وحنا يوتيوب كرت مركب سبسكرايب صار قبل لك فرلاقنا صار عربة مركب دولد إني أوجات شغلة هاد دول يستاجي بالفيري دولد دان فيري رئيس الوزاري بقول إيه كنت كم الدولار أيو حكومة يجي كم فرق البيت وزير كي طالين يرد إسبورتس هذا ما بعد إني عسى على غيره طالين يرد ما أنت نيد ورسي إن جرون كي وينا إكبر دعكتوه جرون كي وينا إكبر دعكتا إبدا وينا أقول كأن مرمر إيه تيجي جرين أما جاب كد جبل هذا لو خمن جيل أيه بقول إيه كنت كم الدولار كديب مركز رئيس الوزراء سيد الدالي الربع إن كابياش نقاله لديسو قرامد يدي بلديسو أيه مجال ذي مقدس عن شور رايق هذا أيه سي إيه ذي مسلمان سوق جرين بل وركي يسيف عن رئيس بل وركي يسيف عن رئيس سي إيه ذي مسلمان سوق جرين ورق هذا ليه حن إنا دم بيجي لبارا الربع ثمن دولار ما تيجس قذب وطورة قدان تيجي أي ما عاجي شرق إسماعيل وما سنتها لا بتم طور ما لو قطها حاجة كتير مديم نونك أضيعش ما كمدة هدي حاجة مجهد عيد سؤال إسكوي الدين صاحب يرات مجهد بليز أنا السنة يا قفل بين دول دو شرقين صوتها في دول دو حلا دجال مسا مسماس وحلا دجال مسا عدو قدت كديد قرحية دي يعني ما قدت كديد اللي هو دجال خلاص عوضاً إيه حالي خلق الله أن جوكتنا هنا إذا ما دي أمني قوضان وانا بسكو دي إيه بوليسك ولو صوب باريها نمان حرير دولة له حتى وقريوه دولة باريها نمان هورو أغا ترسنانجر وكسو باعي ونلوغين حتى أي حوق انتي لقاء لقريوه دولة باريها وكلاب تويده دي تليفونه دي بلو باريها بلو وركي قريس مركاسا مغالي دي مقدش قناع الساتة دي أي انت الدين إلا تكتا يعلش بيها العكس ودي بيهن مركاسا الشقة دي فيري محل ده هي وضادي اللي سيي أفقو ييتي ورقدي كودادين جيدك ورقدي كودادين هل جوجي وادي دي شركه دي والله صوع ولا ما لهن جيب ويديد وادسناي غدين اذا ما ورديني ويدسيا وهي سيجي مال شقد الله هدا وسعته افغو يلو سيدو ياد مردو وداس ولا فريا غانت لا يقال دون ادو الهين نيمكا والله صوع وعلي يري جوجي شقد وا جوجي واي فانت املينيا أروى مرك قفل بوي داوني بليز حن عصنا يا قفل بوي داوني إن فيدي وس أشياء جريز نمك جنا عصت هذا إما قال هذا مقدس الجوت أو توجة أو نمك العاقة السيئة نقاله أوبن والله أو بالله أو طلع بليني سكيرا ما أنت بليني سكيرا صدي حتى أنت أروريان جنا عصت هذا أي دلك كل إسرائيل ما هدول دلهم سيني محمد عبد الله في المجال لو ديبين غير لو ديبين إياك يا وحي ليهم دبوديس كان كيف غادنا لا لا أرونا وحلي شركة ده يوضعها مدرسة ها هي بس قبل كلا واعي وحلي هاي أنا وحنا كنا عصير ذلك قيمة كقادينا وحنا نكون درسنا منه شركة ده أنا وضعنا لو كان يدا بس ما هو البساط سوق قيمة قادني وضعنا ذلك إنه نقول له ذلك يوفقنا ونقول له لكن ما أنت محمر سا إن دخاله وقبلنا لو بيحيو نمك الدولة نمد دي دنا الدولة دينا إدلاس والرئيس الوزاري العقب قال يكتكون الدولة كوسا بيحني سيد دلني يرضي يدلك دبل وجوس علني يدي دلني يرضي الدولة النمذة اللي قارسية دلني يرضى أو مال والبا عبدوا أقوها وحولك جامعات وحولك سكول وحولك السلقية دي قرام مذي مال والبا أوتي على هذا السيدوكال بوصة مرحب سيدوكال بالفيري بإلهي كل أري بالفيري إلا أنت الدولة النمذة جرتنا وذي نرو مع بيدة بالتقية قرام مذي على فرية ودوينكي كابياشي تقاله هرشة ولا سيدوكال أدر دادا ديدا محاصل نمن قنع الصديالة ونمن كاس والله بالله تلاه دم دلك لا يقبل نمن كاس قنع الصديالة شاد دلك دم لا يقبل شركة ده هو التوجد هاد دم دلك لا يقبل أول ولا حساب تمين أول اللي يراد ويا فير إن لعب صدمة أنا كي أمين كي نسوق ما إسكي اسمه يا أمين خبرت أمين كي سوق أنا هاد كل شيء خبرت أي سوق أمين كي أنا هاد كل شيء توك توك غلط نكنا نمن كاس العقد سي والله بالله تلاه والنصحية كل شركة ده هاد قرن كدي سلا قبلها وريا وحال ربع الدولة إني تراضو إد كعب صنكر تمجد إد أمين كذا الله سوقي المجد وحال ربع إد إني تريد بح نمان كاس الدولة إني ماذا أدر وحيو بعنتي الدولة إني ماذا وحيو بعنتي إن الجارسي الدولة إني ماذا وحيو بعنتي إن الجارسي وحنا عصنا يعني في ذوق إيش الجارسي بليز ما تضل مجال ذي الرئيس الوزاري أو قلم ذوق نسي
او بين او ما تقال جيني اي مجالي مقدش وحلو لي شركه ديا قرون استاذ مقدش ليس انت لا سوعي شغلي جوجي مركز انا لا سوعي ضدك جول كان سوعيا مركز هوي الصومالي حتى انا سوعي اسماعيل ويل في عناهد هوي ضلكي والله استا موقت شركه دي ها ما هذا شركه دي شركه دي قرون كديسي ها نمك شركه دي وجوجي شغلي دم باورت ما شريا وانا كوتكين ما داي نمك اضيع شو سوعي لي ورني ما قدر كتلي مش دول ده كتلي صرت ادي كعب صوت ادي العكس هذا ادي الورك نحير الله سميس والله وبلا طلع لم يداتين الله ادرني ما كان دلك وحال لوغ ساري كرا دلك وحال لوغ كار لوغ ساري كرا الا دلا انت قال انا مقدش ان جوج دولدان تاغيري ساس ما انجر الصاف نمود وانا امين سنه يسو حبيبي قاد كريم وانا امين سنه يسو حبيبي قاد كريم الله نفتي اسي وقتي انا مضافي أدر وحال ربا إنا حياتك كل ما تضاد مني حياتنا كل ما تدل النمي إنا كل ما تما دول دي العايا كي قاعدة نسا دول دي العايا كي قاعدة نسا أدر وكبر يا دول دارتا سي جالسي إن سي دي دي مصغ ما صغ أوني منك إيكا للي العايا بحية ورغض بين اللغري إن قرنك إستاذي مقدش شركة دي دي سيليري أدر إيشاك محالة ده هاي محمد نور وكسوا عيا كبيحن بليس وكسوا عيا ضدكو النوبتان وكسوا عيا بلنوي في ذو الشركة ليه وردي هذا هو الرئي نكاس هو الرئي مع أغرن غرديو عليه أغرن بليز في ذوق نوشر قري هدول في ذوق بطء إدو البوا صوصيني وعن ربا مرك من بنح ويني إي ريسلو ساري إي سراكيش إيدنك إي الدولد إي الشعب كي دولني ما دولد هدنه مركاسا قنع صديال حن حن وطوغة ومركو دي هورو بكنين دعي إي راشن دعي إي برد دعي إي داود دعي نو كيني ayaa haddana dhaqaalihii ugu badanay dalka kaleen oo dadka ka gataan dadkeena intay baabiyeen ee dadan nimanka lacag ugu siinayaan adeero macaanow dawladda intaas gaarsiiyay wax loo dulqaado kara ma yaana wardiini habarta ku wardiini ma joor ma qadaa amtaqaanin joor ma qadaa amtaqaanin sideetan la xiray oo odayaashi iyo macduur ku jir nimanki aaday oo urgadii oo doortay koofur galbeed ah sideetan xabsiga loo taxabay maanta wallahi nabi ku sheegin adeer dalku saas u baahanyahay ninkii nimanka shaah lacab waayik hal cadawe cadawgaana marna inaan soo dhawin inaan taageerno ma dawlad inaan taageerno sida dalku samato bixinana hadii lagu leeyahay inta lagu soo waa hal ismaaciil miya aha shirkada bv ma leedahay ha jooj shaqada oo maxaa dhacayna jooj nimanku hadlay waa nimanka odayaasha hadaad joojin waxaas ku arkaysaa shaqaalaha gana waa leenoo qarinna habartaada qarin kartaa kala qarin meesha ciidana joogis martiba ya tiikar albaabkii xataa looma dhawan karo adar qiyaali waa waxan fiiri ووحان وحال ربا إني ما كان مقع إيا لويل لغير هذا شركة دي ما ديسي سورتي بضا يعني منك قضي هاشا جوجي وحان قرأي فيري قرح عن مالو اللي غشكي سيين أود إكو قرحيان إيا طبري مانتا إيا وحكو قيستان ماله لكن محيرا وان نتغانا واجهونا قرح عمقال هذا سوساي بوم اللي سي أنك يا قادنا يكو حال نجو اللي بوم ما ميشا سكدع كلي إني نمك ولي جوغان أول ربا إنا حالنا إيو أمي صوني اسكسي جوغان ودل كان ولي دغالا لغو سيقات انتاس كليو daqala lagu bixinaya markii uu qarax dhaw bal fiiri waxaan rabaa marka please and please ina dawladda u share gareysin videogaas waxaan codsanayaa ina dawladda u share gareysin sababtoo ah wardiili isbartiibadii magaalada muqdisho 4 koona ciidan fadhi ciidan ma taqaanaa ma wardiima tiknika ku xareysan tiknika ciidan ku xareysan oo meesha salkaasa booliis badan degiin xarunay wataayo maxaa daahir iyo aan ishaq maxallaha sakiyeeyo aan kulli saraakiish ciidanka booliiska dhan waa la tagaa meel amaankeed aad u sareeyo meel la soo wareer kari meel shaqaal lagu dil kara ma laakiin waxa la rabaa kaliya in magaaladii magaceedii in lagu ciyaaro oo dawladdii la yiraahdo dawladdii magaalada ka tarisa nimankeena waxay yiraahdeen hal joojiye dhismi yaa la aadin hadda ka hor maxay yiraahdeen mataqan garoomada kubada cagta oo gobolka Banaadir oo dhan salaaxyada hal joojiye oo aqal galay jawaabta dawladda maxay taliyaha booliska gudoomiyaha ee degmada shaqaalaha degmada oo dhan maxallaha madaxda degmada oo dhan in xabsiga loo wada taabo leeyahay kulligii tuugatiin tuugadiin dhashoos ka taga dalka la keeno raggeedii nimanka raggeedaha adar macani adar nimankii axmed daa iyo kal raggeedii in la keeno adar nimanka nimankii ku mashquula oo ka adkaad oo ka caran wallahi nabi ku sheegin degmooyinka ay haadeeseen ma taqana waxaan soo marnay gudoomiyuhu ku dhahay gudoomiyuhu waaxidka wuxuu yirnaa guri meeshaana ka shakiyay nikaas inuu nimanka odayaasha ka tirsiyay umaleeyna gurigaas farta lagu fiixay hal la baaruu gudoomiyaha soo wiil
وما سنتو يسكراف هذا جواب مريم أنا تبعي ريني كان أن أركو في لن وراضي نيو كان أموير نكاس مركب محبو في لا قدالو عرر وحير قدامي ما دعوش يكتي وصحابك خميني اسك عرر مركاسي أقبلين وهي أقبلين قروا ماضي في القروا ماضي ما تغانين قروا ما جيتكو يالامي قما وادق مدي إذا الليدا أمني قيدة أدو سرعي جاك بونتيا كوري أنا ويريك صلاح يدي دقموين كورو مالو جوجي هذا روحان عصاني أنا في ذوق أنت هسكي قال سيدي صلاح يدي أو والله أو بالله أو طلاح قفل بمقالة مقوش جوك هلو ويدي صلاح يدي وراضي صلاح يدي ما تغانا حتى دان كوسو قاب ما تغانا وابري حمر ججب حمر ويني صحينا وكي دولدكم جيران هضن كسيكي هضن هاف والدولد بوقت هاف كبيح ايضا نما نقا توربا سد حدا دق ما فيه وابري حمر ججب حمر ويني كما سوغال هدان لبدو ان جوجي او انا وابري يا انتورو حمر ججب حمر ويني كورم حمر ويني قعنت الدولد دوا تكدي انت كيحيتا وحمر حتويدا حي كيحيتا صلق يدي حق كيحيقا محكمة دي حق كيحيقا وماشا اوقم كبرم عد كبحي كرتمالي الله بعض اما عد سوى ير كرتمالي محالي ما تغانا هل جوجي صلاح يدي حمر ويني ملقو ديرين او دق مدوا وادق مدوا لفتكيد امر كودي ايام مقال ذكا نخ جوابت الدولد معهد ما شاء الله وما سنتين لقن كي إلين سأقوم مغلان هذا سيدو ورك اللي يقصه الشيء إن استاديوم مغدشي شركة دي وشقين سيلي إلان شقة دي جوجيه كانت تقع إن جوجيه سلا سادات كدن أقوم مغلان دولد دين وين مغش دولد جوابت معهد أوكي بيان كاسي صوصارين بيان كوا لقن كلمه ها ما شاء الله دولد دي لان ودولد أغلى لما الله سير كلمه إن يتراد أي ميغا ميغا قرومدي أما ميغا أدخن كشي إن لا أقعد حقير أو ضل الله دل أولي راد ورسله لود إله مجر أوكي تلياش السلقة يقدم ياش على صحري هل حكم الشباب ولا شقيان ما هي لأمرك دولد فير دولد يسوي شقي أي واحد قات أمرك إني منك بالإله إن كنت داري بالإله إن كنت داري أنت ناني داونس بالإله دقيس أنا هذا دولد وشقي أو محمد عبد الله فرماج غير الدولد نمدي عن جارسيني يضطكوا حربان هذا نقدمي قبل كأنك أمر قاتو قدمي دقمنا أنا waxaan u shaqeeyso dawladdi ma amarkii dawladdina ku shaqeeyo waa amniga inaan ka shaqeeyo bilicdi ka shaqeeyo dadkii isku keeno dadka dawladnimada gaarsiyo shacabkii aan ku qasbin inay dawladda taageeraan degmada degana ay garab istaagaan oo waxyaabaha xun dalka jira ama dal emailba ay tagaan iyo la soo shaqeeyeen ninkaas marka soo dawladdu la shaqeeymay nimankii uu shaqeeyay maxay la wuxuu ogolaaday degmadii loo magacaabay in bari lagu dheeli way ma hafadma وصلقية صلاحية دي دقمدة كل حيالة وحلة دي ملوركي ناسي بعنو فانتي دارو انا هادان صلح لي اي او قرقي ني ورديق لي اللي والي غانا قرقي ورديق لي ان كلها ان هافنا دي سنة هافنا برحادان كدقني او ان صلح اصلاباتان كيلو تاسو انا دا برايفض واني هادي اقحرتان مكة هاللي حتى تاسو وانا دا كيس موكت لكن دقمدي او ايدان اي جوغان او مامولكي دقمدي صلقية دي دولد لغا مامولو انا امر كودو او كاد لغان قلو هذا العزم ما يكون تعلم كوي الدنيا ما يكون تعلم كوي الدنيا هذا دولة دان وكل شيء دولة دان دولة الله ضد كقوة هذا الله يقبل محمد عبد الله فرماجو إنه كهوس مرة حس الشق ما هي كمان صعد المعيار هذا كل شيء صنع هذا نور ما تاجره محمد عبد الله فرماجي إيه غيره لو كان ربعين الجليل بالورك يسفع ونجيس بالورك يسفع ونجيس ملك الوكات الصياد ملك الوكات الصياد سراكيشي دولد اما ساو تقاني سي اي دي دي ايا صف لوغري تصارن كو ديغنا معنا ميل دوان كا تسا انتاس او كون او قفودت او وخي جيرتا كيو او ميل لو نتاليا بوليس كو عصب او تغي دادكا ماركي اي غلان ماركي قف كميدا ماركا دلينيرد مغالدا مقدشو او دلينيرد جامعادا كبخاي ايا نين كو هريا ماركا ماركا سو خو يراي دوهاي اورن ماغا ساسف كسو غش markaasina inta aad soo joog isagoo ku xiga markaas uray marta in lagu daayaa taleefanka ku turiyo kan waa maqla ku xiga moogta waska fiiraa ilaan moogta taleefanka inuu wax ka duubey markaas uray diyaar waay subaxiir afkar ugu geeyay waraa sidaa ki saadan ka si qaaday ninkan marka meeshan ku jiray ninka ka horeeyay marka tuum ilaa inta uu ka tubi karaa wuxuu ninkan wax la baaray qofka inuu sidan bilheen waa qofkan lacag u baxshay soo nimanka odayaasha kamid maaha marka بالفيري وحرمتي أنا الدولة الصومالية اللي جمعها ملي سي ديدي بالورك يسفع عنده جيست بليز أنا يقول والله القبيل لما تهاجروا دولة نمدى قوين
معيلي مع حسن حسن علي غير بقول إيه كنت كن أضلر ما أنت وحسي كن فرق البيت حتى نقولي ما أكون كيم ده وينها ما شعب ويني وداونا يا وحلو دي بي وزير كاتلين يرضى يسبورتس كاي فرت لقى سعر قال يرب بقول إيه كنت كن أضلر واتس برونك هذا اسمه أنا كرمنا قد كلا شقيان وكاسلين وشيت كل عيتها زودي بي سماهن إن دل كان سمع دي سي شرفتي سي لسعليو ان اسبورتس يعني ما انت وان سمبابي كبدني برين ان دلك سمبابي ادني نيديني اي مغعين و سو نقد وليه سوماليا ان رونكي لبا داي كبدس سمبابي سكن وين لغو ليه سو شرف اي مغع كويلمين هدي مركه شرفتا ساريدين انو مغع ساريدين او نيمكي دولد او شقيين اي مسما سوقيان دولدي او دولدي خيانيان غنعصتدي مغالدا مقدشو امنيغود لسوغي oo 24 saac ay wiilasheena wadooyinka ku dhimanayeen oo baawrka qaraha wadada ku dilay oo ciiska weydiis waxba lahayn oo maciishadooda ku soo dagayay si nabad suuq bakaaran amankiisa loo sugo si nabad ay ku ganacsanayaan haduu dhaqaalaha ugu badan uu siin imanka odayaasha adan xaqiiqad dawladnimo keenana dawladdu ma aha maxamed abdullahi farmaajo ma waa shacabka Soomaaliyeed oo isku mowqif noqdo inaan ka wada simanahay inaan qashin dhulka lagu daadin inaan ka wada simanahay nabad inaan wada qaadano inaan ka wada simanahay inaan sharafteeni iyo magaceeni iyo magaci Soomaaliga la tirtiray inaan dib u soo xishino taas aad dowladnimo laakiin hadii shan kamida saddexdeen shanteen dowladnimada raadinayni saddex kamida ay musumaasuq ay dowladdeen musumaasuq yaa nimankeena lacag siinayaan sida dowladnimo ku gaarana laakiin shanteen hada ma qof leena wax walba oo nolo sheego hal moqofan ka istaagana adar dowladdan cadow badan ay leedahay ana ku sheegay hayeelay madul qaada karo in la yiraado magaalada Muqdisho shirkad dawladdu u shaqeynaysay ayaa intii la soo caliyay shaqadu waa inay istaajidaan in lacagti shacabka laga aruuriyay ee gobolka Banaadir Kongis ku jirtay Allahu naxariistay qaraxi markuu dhacay konki laga saaray adar wax loo dul qaada karo ma mar maxaa ka baay hadii Xasan Cali qeyri farmaajo ay qaadanayaan maxaa ka baay wa madaxdaadi wax badan oo gashay inay qabtaan wax badan inay cuntaan inay cunaan oo gashay laakiin nin aan Soomaalnimada ka go'neen nin ah halaashi xaraanta iskaga darsoon tahay ayaa loo dhiibay qasamdi gobolka markaa saafir madaxweynaha hadlay wax shaqaale lacag laga bixin kara ma leeyahay ilaa amar dambi hayeeli hadii shaqaale lacag la bixiyo liiraado oo liiraado 20,000 oo maxaa lahay 20,000 shaqaale 40,000 shaqaale hebel shaqaale lacagta macnaha Saciid Cali qofkan waa lacagtan la baxay waa Kenya cidu bixshay kontan qof ama 200 qof oo wuxuu qoranaya oo lacagtaas intay tahay halka milyan ay ku dhamaato war nimankii gudiga ee loo xilsaaray duugta ayaa waxay keenay lacag yar oo 700 oo dollar ku dhawaad aw intii kale waa isku Cali si ikhlaaf tigeeda tuuma ku jirta laakiin isku Cali san kala adar dalkan dowladnimadeeni iyo sharafteena lagu ciyaaraya adar dalkan aniga lay dhiibo magaalada Muqdisho amnigeeda hadii lay dhiibo oo aad maqashiin habar yaanyo gadeysa xataa habar yaanyo gadeysa xabad yaanyo al shabaab siiday diinta muslimka Allah isaa dil toogashaa lagu xukumo wa diinta Allah isaa ku dhaa yaanyo yaanyo wax weyn lacagmiya hal yaanyo ku dhaa hal yaanyo mid al shabaab intu imaadu yiraado ay taqaano ay tiraado ho lintan xataa nafta ku sii cisho aniga tirka toogashada lagu adar dalkan wuxuu u baahan yahay in nimankan wada caloosha waaweyn ee ka dhargay kapsulka haaraanta ee aan jirin kapsul ciid ku jirta dadka la siin jiray markaas dhaqtarkii wuxuu ku leeyahay kapsulka aan furinay dhaqsiiso furin kala hadaa furto waa buu wuxuu yahay malay intaas oo qofadan oo ga dhimatay daawo la controlling bur soo dhacay oo jawaankii intii laga bedelay dheed beena lagu dhajiyay kuwii dalka saas u galay ayaa maanta waxay go'aansanayeen iyagoo dibkaas dadkan u geystay inay maanta nimanka odayaasha dhaqaale ku bixiyaan ee ugu tagaan daynila iyo maxaa lahay celasho biya ay haddana shirkadii u tartamayay muwaadin Soomaaliyeed kale ayaana hadda ayaana Ismaan Cali ugu horeeyso kale day tiraad Ismaaciil macnaheedu inta fadhiyo waxay tiraa shirkadan wata nasiibkayga cunaa waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha in la geeyo waxaan rabaa gobolka Banaadir dhismihiisa ama wadooyinka ama bilicda ama geedadka adi qurxinta aan qayb ka ahay shirkad noocaasan wata een halay ugu la xisaabtamo waan qurxinaya adeemana waa keenaya halay ay ilaahay gabar Soomaaliyeed
أي أنا كنت أوقلاني أو سلا سوق دكان هذي دكانية كل سنة ما كنا نقصين نص هذا رقف كاس حمودي يعني تير كل جيب حمودي شركة دي ده جران كي ديسي سي. إن أنتي لا صوّع لي هذاي شو الشغل حتى ما لا ديسي لامي ما كوي لامي ديسي يدي دي شركة دي لامي ديسي أفجو يودي دي هذا واحد ده أنا نكو أمر عن قبنا وأنا لسي العجين واقعدني أهلي استأجرني ما هذا ماشان قرحين لهدي هذا قف دي لهدي هذا يكون تلالير إلا وأنا في العاري وحيكون أرورين تلفن إني قف وجان جبان تلفن حتى قف لامي ومراي ما أنت مدي الكلام سيلود مي الله سقابني يهبيني ما لود بتاعي وحن روا مركا إن كعصني في فيديو جاس إن الدولة أشير جريسين وحلا أقبل يا ما إن ما جعاني يشرف تاني مركا سامو عارض كي الله يفكوا يقولين دولة النبض إن المقتين ها C A D ذي وحي جيستين نمن مدحونا يرسل وزارة كبيرة بيلاهن كداري بيلاهن كداري كون نوع أساس نقلي كوي واحد سمي مية سمن إن عاب تلقي أنا وين كان الله يفكوا لين أما فلوين كراسة أما يوتيوب العقول راسنا دمّا دولة النواب معارضك يا دمّا وأكباري لكن وحنا في نكان كله أو وحنا الشيء جاي ساعتها أوكي نمّا كان معارض ويا دولة دو عيرادين محمد عبد الله فرماجي خير نمّا كبير ماشي كيستين ضط كي العجل لا يغادي كي سجها يكيش عبكها أنا مرة ومقتها ما قاعد نسيب عنو بذي لبذو ذيبة أسكت سيا وحلا قصة منها كي العقب عش يكيا بحبه وحلا كل سؤال مجرد وأنا من مركّ لعكتي غيرات كل قصر قبل كي العجل لا قربه رجل وزارة حس على غيره من فرماجة على بحال قولي هدي مركا إيرون نغطو واني انتان بارو دولة تاقر سنة وان سوق هذا وان إرادو ورقبل كدد كشقية آوي آوي لعك تام رمياء ونين مكان فيسبوك وحكي شقية بنتو دميا ميساوا قبل كان حرير لسمي قولي ره ورقدو دميا صح لعك تام يريسو مركو انتال بيعي أدر عانيقو تو من قادية تو من قادية مركا وحان ربعين إرادو وحان جيره لسوشيو أنا وقف مع عربا مرك waxaan rabaa inaan aragno maxamed abdullahi farmaaji qeyre mu'aaradku waxay sheegayaan hadii suuba ka jirin waxaan rabnaa in la keeno qofkii akoonkaas 420 lacagta kala baxay dawladdu waxay keenaysaa marka hadii la keeno way marka waxay sheegayaan wax ka jira bilaheen ku dhaari in daynina lagu qaado baabuurta magaalada muqdisho ka soo dhig hada gaari hada dirsado oo aan ama afrika ama meelahan ka dirsado oo tikada magaalada muqdisho uga soo dhigo maalinta amnaanka la baxayo oo anshurtiisi iyo warqadii iyo adiga lacagtii dawladdu dhan oo laga ribay wax rabtaa haatee tii dajint tii markuu meeshii alaaha tii anshurt tii taarkada wixii aan markaan diibo oo gurigeyga aadan muwaadin baawrkiisa wata anaa intaan gurigeyga aadan hadii taleefan la soo diray leeyahay gaarin oo caas laan guriga soo taarkadiisa ma caastahay ma wadataa magacaas ma lagu yiraahdaa lacag intaas ma shubtaa lacagtii gaalada waa siide tii muslimiinta laga raba waxa kula hadlay inuu muslimiinta taleefanka 24 hours كسور العقد سداد كسور أدي قارعة قوى بي بي سي قف قوى يابي ورورال كي أدير كي دالي مؤقي قارعة حتى ضد بضان وحافظ يلد قارع نوع عيسى أرقى نمان كان ياسي قارعة نوع عيسى كتار كذا يلا مركا نوع ياسي أدر تيو ماكو قلي مية سنة مركا قوى ماشا فلي يعني مكا سنة سوضا شغيل أدر دولة دوح والبا باركتا أنا كيني كرا وح والبا باركتا قارعة انتا عشورو اللي بركي بعد مركا نلسوي ديو ayaan ogaan karnaa qofka sida saxda intaan qarinno ay cid walba ka qarinno oo gaariyan marka la soo qaaday cidna loo sheegin baabuurtaas lagu soo dhexdaro ayaan ogaan karnaa cida bixisa in gaarigaas magaciisa qofkaas uu leeyahay maxaa loo soo wici waay walaalkay maxaa loo soo wici waay aabahay maxaa in aadarkay loo soo wici waay marka intii la soo wacay yiraahdo Ismaaciil gaarigaas nuucaas ma gadatay dubay ma kaaga yimid marka ka nuucaas ma saarna lacagta nuucaas ma bixisay saacad hebel ورقدي من صو قالتي ساعده هبل مكلا صو بحد من هبل هذا الواقع كبرية نمكم حقنا ماما مولانا انتر ماما مولانا اسلاده صوت اورالك الى نشو يقتلوا قارق الدوني حتى وقت او صو بحي اي وقت او العقد صو قالتي انت وموقي بل الهي مكو دارتي بالبنت ميا ان كانوا يدينيا ورالك الى نشي او قارق الدون تو قارق سود دقاي او انا او انا سلاده حتى حاليا بانو يراد اني ما انت ماشي بيسي هيدو نكي ان ربي واو ايو قارق وكسو تكبرية هذا مية صحين لكن مركي لو شيغو غاريغه ديدكيسي ساعاديسي وقتي او قاد ادر معاني ادر معاني دد كان دان دولده لاغي قبان محمد عبد الله فرماجي هورن كوغو شيغ محمد عبد الله فرماجي غير دل كان هرمركودو كا غوانت وا لبا قفو دعنما ساسا كاغا دعاديد او بروني كو بوليسناي حس علي غير دعنما غرون كاس ان دلنيرادو ساسو كو باشالان او لو ديسو غران عالمي لوغو ديسو اكا دعاد لكن نيمان كان كلي او كو هاد شقيه او نيمان كينا كا تيرسان
oo qaraxyada fudeynay oo kaarkooda baaruur ku soo geliyay oo nimankii magaalada muqdisho tikidiina canshuurta ka qaada tikidii nimanka xaggan u gudbiyay waa kiis maraakiibta soo degta waa canshuuraya marka canshuurana waxaan u gudbinayaa nimankii waana ismaaciila miyaysan mudneyn qofka noocaasa in ciqaabta uu xun la mariyo oo tiirka lageeya tikid hortooda lagu dhex dilo la yihahda ninkan wuxuu gudbin jir bal ilaahan ku dhaba tuur yare taliyihii nabasugudda ee tuur yaraa inii sheegaya waagii xashiiq nabasugudda haystay 12 oo booliis iyo nabasugud ka mid a oo saraakiil yaqaana oo caana ayaa hal maalin lasoo wada qabtay ama magaaladii dhan shib ay tiri war maxaa dhacay markaasa war hebel aabiis ma taqaana ha waa la xiree wallahi waraadii kale kii hebel adeerkiis ma taqaana ha oo maalintii gaariga wata booliiska waa la xiree magaaladii hal mar ay qaydis maxaa dhacay cadeymaa lagu wada helay intaa la xirin kulli al-shabaab ay wada shaqeynayay bal warkeyga sifa cundhigiis nimankan nimanka dowladda ka tirsan way la shaqeeyaan waa cadwe maxamed cabdullahi farmaajo lama shaqeeyo laakiin niman dowladda ka shaqeeya oo gobolkii banaadir wasaaraddii arrimaha gudaha wasaaraddii amniga booliiska la shaqeeya ayaa nimankan la shaqeeya tikada elborg canshuurta taarikada cidaan la shaqeyn ma jirto adar tilooyima waa ognaanag tilooyima haddaa le adar kiiskan qabso warqad intii loo saaro nin baa warwata talaska ka dhiga ley adar anugu nimankiiana kowdi warqadaana le kaa soo dhiibay waxaa lagaa rabaa baabuurtan aad canshuuri sidoo dhan kiiskan markaa tirto lambarkaana naga soo wacasaa kiiskaana noo soo gudbinaysaa ilan si kale ma lagu ogaan kare si kale ma lagu ogaan karo war ninkan reerkiis ka tagaa naagtiisa ogaan kare ninkan maanta waxuu qoray say nimankan ku ogaadeen duurka joogo diifka cunay say ku ogaadeen adeer dalkan haddaan sida saxda loogu shaqeeyo macquul maa anigu maalin walba inii keenaya darood maxaa inii keenaya 1,000,000 oo akoontka gobolka banaadir ka maqa cumar finish waa diiday adeer wuxuu yidhi macquul maa yidhi 24 in laga saaray khasnada dowladda ee cid bini aadan isagun ra-iisul wasaarihi madaxweynihiinsa ogeyn xeer ilaalihii iyo ra-iisul wasaarihii loo gudbiyaa la yidhi 1,000,000 ka maqan markii la weydiiyeyna waraaqada meesha saaran la arkoo la yidhi waxaa lagu baxshay qaraxi oo qaraxi dadku waa dhinteen qaarna waa dhaawacmeen waana la qaade xaggee lacagtan tirada badan la wadi xaggee lagu baxshay qaraxi maa la tirtiriyay qaraxiyaa lagu dhaqaya miya qaraxi meesha ku dhaca lagu dhaqay micneheedu waa intaas qara haddana waxaa la yidhi gobolkaa lagu dhisi gobolka dhan hadduu dimo xataa gobolka dhan hadduu dimo $70 $60 dhisi karta $70,000 iyo $60 $70,000 ama $60,000 dhisi karta mise waa beentay adeer dalkan haddaan si saxa loogu shaqeyno oo nimankan canshuurtooda caloosha waaweyn oo dalkeena anigu ganacsatada mida u aqaanaba waa tuuga weligood aniga kuwa saasa u aqaan maxaa yeelay markaan arkay bur tikada lagu waray oo bur soo dhacay oo leeyay burkan waa suuqii oo anaka doqono amoondo jawaano cusub la gelinayo oo la rafayo soomaa wax dadkeena la siinayo adar waxaasaan soo marnay anaga ma aqbalano marka haddaan dowlad helnay ma aqbalano in dadkeena sun la siiyo ma aqbalano in kiniiniyaal lacag dadkeena la siiyo kuwii noocaasaha ayaa maanta dhaqaalaha ugu badan nimankii nagu nooleynaya war ilaahayan ku dhaartay ninaan taleefkiisa lacag ugu jirta inaan maanta koob shaa iska bixin karin haddii aan lacag la siin su u socda dowladdu isku soo dhiibaya waa kugu salaama raafa waa kuu jeeda walaalkii macani su u socda dowladdu isku soo dhiibaya dowladdu tuimaaduu leeyay waa is dhiibay sidii wadaadkii girkog foosh xumaayo yuhuudkii yuhuud ku dhalaha oo dadka xukumi jiray oo maxkamadda al-shabaabaysta oo hadda lagu haya xabsiga ninkaas haddaan tiltooga shaa la keen wallaahi oo billahi talaa qulubtan inaysa ku ficnaanayn ninkii dadka xukumi jiray oo qaadig ahaa ee maxkamadaha nimanka odayaasha u qaabilsana maalindhowdaa lasoo qabtay oo koonfur galbeed laga soo qabtay wuxuu ku xiran yahay abdikhadiijo kuwa noocaasoo arxanlaawayaasha ee dadkeenii dhameeyey ee dadkeenii dilay kuwa lacag ku bixinaya kuwa taageeraya kuwa warkooda dhegeysanaya aniga horaa u sheegay dalkan waa la kala baxayaa adar anigu waa cabsoonayay cid kaa saarasa male dalkan dowladu leeyahay dowlada ka talisa dowladda ku wardiinaysa waa cabsoonayay waa lay dilayo yaa kuu sheegay inaa dhimanayso meeqaa qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho oo meeshu ka dhacay intaasu kuna qofood ay joogtay ees qofna waxba ku gaarin adar waqtiyaa leedahay ma dhaafis laakiin haddaa amaamiirtooda aa qaadato lacagna aad siido hadday kuu yaraana u tagto waa la shaqeysaa tuugaa la mid macquul maaha in la yidhaha tikidii magaalada stadium muqdisho dhismihii ka socday ayaa amar al-shabaab lagu joojiyay wax dowladda loo dulqaadan kara maa waxaa la rabaa ciddii fulisay ciddii yeeshay intaba in xabsiga la wada geeyo shirkadan la yidhahdo adarkaale iyakaa u shaqeysaa miya lacagii horena keen madaxdoodana xabsiga loo taxaabo adar dalka haddaan saas loogu shaqeyn nimankan maaha waa ka cabsooda maxayt ha ugu cabsoonay stadium muqdisho haddana waa la wardiyay haddii wadda ilaa iska dhisi lagu yidhahdo naftaada u cabsoota qarax macquul laakiin meel ciidan joogaan oo ay saraakiil tegayaan oo 24 saac madaxweynihii ra-iisul wasaarihii ay tegaan laga yaabo oo guddoomiyihii gobolka uu tegayo oo ammaankiisa iyo qaraxyadii la baarayo
مركو حان ربا مركو حان ربا بليز وحان ربا بليز إن إيجارسي إنتاس ما لقبلي إن دولة ديني شرفت لهين أو بديني أودع على مس أو أمني كدلك أودع على مس أو عيد ما ذي لسه أو نبض الرادينس أو ما أنت مجال ذي مقدش إن نبضها أو عيدا كيشقيني يعني أو كبير قال لسه إن لي راد نمن دولة كتر سنة دولة مسمى سقي كوي تكده ولا حني أدركوان إن الحروة حسن على غير رأي فرماج أيا نوقص بينا نران ضد كان الحرو إيك هالشيء يروى الحرية هل الحرة لا نمرك شركة دي أقول هذا أمر ده نمن كي أضيع شها أو معها سي دي الجوي كل مع عسكر تين حبس كله ذكيه أدر نك يدل كخياري واتو لا يا هذا تا هذا ما مسمى سوق شرفت الدولة دي قرم شيء قرم شيء مدحينين قرم شيء هذا كوي الدنيا قرم شيء مدحينين ما نقول البقير مركو الله يحيي هذا مسمى سوق ما أقول عنه سي دي دين وحلو بارنيا قبله نمك أضيع شأن محلي زعيم كتر دولار ما يستأصع كان فضي وش دولار يتوب ثمان دولار يتوب مص عمص الشركة دي أقلاتي إن اسمها جوجسو أو أمرك إن ما كاس قادتنا ولا جراحية لعكت اسمها ولا جوجسو علنيا شركة كل عصمنا والبوري جنية هذا أغلى أنا كجر ميان كجر أغلى ومدى الصومال كجر ميان كجر صاحبك سواعي قد كا كعون ميان عرّا مركب بليز وحن مدح إلى حنوني دولد دينا شرف طري الرادين يصهر مرك إن ما أنتن اللي يرادو سيدي ديهم سماسو قبل كبنادر على العقل قلبح إن سبرتي بدل لسه ينوال جوج يكو الشعب كالصومالية إيدي سنيا أو إن فير سنيا أو إن مغليا قولها دولد إيجارس أو حسن على غير أقرون كلها وكلها في يوني أو بغل يكتك الدولر ويسي ويرادة ريكو فرق البيض أولا يردي قرون كان سفي عنا لينكو لسيا عياري ينكو بدو على صوم غنية أن رجين إنه إن اللي يرادو كون فرق البيض الوو خمانية كوبكي قبلت أن رجين إن اللي يرادو هلوو خمانية قلمو كوبكي قبلت أو أن هميلا يهميلا أن رادن إن اللي يرادو ماشي ما حاكش غير تو أو سركيش الدولة دي مصر ماسو حسن على غيره عن كفرنا إن سي أي دي ده نمانك شغالين الحيرو نمانك يقول كبنادر لعكت هون الحيران اللي كانوا شركة دي اسمها إن جرانك جوج سنة وحكرمنا عديم بوحين كنا عارف أمريكا إن قفل بوي داوني وحارب عينا إرادو قفل بوي داوني وحارب عينا إرادو برادو قد كاكاون يوم كان منتر سوى عنو اللي قد كان وقعين marka waxaan rabaa dawladdu inay wax wax ka bedesho anigu ma ogoli sharafta dawlad anigu hormar raadinay waxaan rabaa in ilaahay khayr soo suuro khayr lacag u baxsho khayr meelay u dhisay khayr meelay u dawladdiisan ciidamada xogga meel ka qabsadeen hada fiiri ciidamadii galmudug aw ciidamadii ahlu sunna iyo ciidamadii dawladda aw 21 bradweyne joogan waxaan rabaa in maashi buulo burdo culays kale qaad buulo burdo go'doosanta dadkii buulo burdo biin uma socdaan waxay haystaan ku nool yihiin muqdisho baawr ma gutay karo بردوين ما هو إيمان كر كفر كربان ما هو إيمان كر هذا روح الرواني من كان هون قاعد إنه في العارية وإذا كان كفلان كون قل مذوق كفل مع حتى أم بان كون أو بالك بردوين يجوا إلى هم كدرت وأصعون يعني هوري لوت كمرني هذا إن اللي يراد بول برد قعدوني كجته وح قف بني آدم لوش شيء كرما ضل كان وحن عصنيه ضل كان وحن عصنيه يوم قد كان كان والله معانه وحن عصنيه إن ضل كان لو مذوق أو دول نمط الله تاجره oo aan mar walba dowlaha gulaha gaaris aan soo badigno sida dalkeen ma war mari la ma la aqbalay in la yiraahdo shirkad ama niman ganacsade oo badkada jooga ee laborka jooga daynay lacag ku soo bixiya horta waxaad ogaataa shacabka gobolka Banaadir dagta u dhad waraa ay inta dowladdu wadaalaysaa wallahi amniga walu faa'iido doonki la yiraahdo qaraaxyadu waa yiraahdeen guriyo badan la qabtay oo qaraaxyo lagu diyaarin rag badan la qabtay waraa dowladdu waa fiican tahay shaqeynaysaa وريا قر حياة عاي دول ده أنت محمد قال لي ضدك دكتة أوتاي إن لي راد سي دي مسلم أسوأ كجيرة إن لي راد ضدك تكدة مسلم أسوأ وحرين ولا حكومي نمنا أي هرب أنا يعني أقول لي تو تمن دولار تو لما تمن دولار تو هذا ما لا أقبله ما أقبل إن نمنا يجي للدور أنت دول ده تاجر سنة أما هل قبته أما هل لي راد سيف بدي إلى ولا تلا تمن دولار كذي أنا أي دون كراني لكن هو الشيء أنت دول ده تاجر سنة وان شيغ يا عبد الدليل الدولت قولها دولتنا وشيغ الشعب كقولك براندر دباته ان لقداي معقول ما ان اللي يراد كان عصت السوق بكارها بليونز دولار كبيحي بش لما كان معقول ما وحن سوى ان يراد
ganacsatada gobolka banaadir, culimada gobolka banaadir, dhalinyarada gobolka banaadir waxay u wada istaageen inay dowladda garab siiyaan oo ay la shaqeeyaan oo dhaqaale ay ku bixiyaan. Haddaadan waxba bixin yaa ku dhisay in la yiraahdo aw ra-iisul wasaare ganacsadeena, ra-iisul wasaare annagu canshuurta dowladda waa bixinaa, wax kalaan rabnaa inaan iska aruurino, waxaan rabnaa kaabaha dhaqaalaha dowladda inaan kabno, waxaan rabnaa wadooyinka dhismaha inaan ka qayb qaadano, waxaan rabnaa amniga inaan kor u qaadno, in ciidamada gobolka banaadir aan dhisno. Adar waxay noqona dhiirigelin, laakiin markaa ku taageerta cadowga oo nimankii dowladnimada duminayay qofkii nimankaas garab siiya qaa'im waay, qaa'im wadan waay. Diintu waxay qorsaa inay toogto, wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Ganacsatadan wada caloosha waaweyn xabsigaa la wada geeyay, toogashana lagu xukumaa dheera. Macquul ma? Macquul ma? In nimanku dil hadda kor waxa laga mataqaana intii la soo wacay lamara fara waxa layidhi kaamerooyinka fura. Markaasaa meel aan tegi jirna aniga dhalinyara ma rabo inaan sheegee, oran waan kugu sheegee. Waxaan dutiga waxaan yidhi duhay kaamerooyinka fura la yiri, hawa fura yaa wiil, aniga maalinta waxaa naloo qabtay talaada miya, anigu wiiga soo socda iska fura yaa wiil. Oo maxaad ahayn si u furasa amarkooda qaadan waa wali soo weriya war waxa markaas halkaas jooga oo nafta lahayn maa ka cabsoonasaaye, maxay kaa qaadi karaan wardiya meesha kuu joogay, maxay kaa qaadi karaan amarkii la qaatay waa lada furay. Laba amarka ma shaqayso, way yiraahdeen fura dowladdana loan furi karo. Adaraana sheegana inta kaamera ay ku xireen waa sheegana ma qarsoomi karto, kii fura waa la xiraya, albaabkana hotelkana waa laga xiraya. Laba amarka ma wada shaqayso adar, laba naagood lama wada qabi karo adar, laba naagood lama wada qabi karo. Anaa kuu sheegay diiniyana maaha, sharciyana maaha, sharafna maaha, hal dowlad dowladdu inay dalka maamusha ku fiicanta. Laakiin markii lagula maamulo gobolkii oo lagu yihahdo aawe dowladdii maanta dhulkii dhisaa shirkadaha qaatay dhulka shirkadii loo wacwalayay shaqadii joojiyay, war shirkadii aawe dadkii shirkadii aawe way tagtay, war maxaa dhacay nimankii aana soo wacay adar meeshaas wax meela ka shaqayso ma dhaca nimankii aana soo wacay, ana soo wacan anag anay hay soo wacan lambarkii intaas yidiin anay hay soo wacan wax iga qaadaan adar, nimankaas waxay kaa qaadi karaan maa. Alla subxaana qaadire ayaa caafimaadkaaga iyo jiradaada iyo dhimashadaada iyo guushaada iyo guuldaradaada iyo taajirnimadaada iyo faqiirkaaga ilaahay subxaana qaadira qoray. Qof bini aadan ma qorin, hooyadaa maalintii laguu abuuray oo aad dhalimiso adduunkan imaanaysay aa waqtigaaga meeshaas lagu ekeysiyey. Kama soo qaadi karo tusaale ahaan ilan dadka inaan wax fahansiya raba lacag labaatana meel taala hebel wuxuu ku yidhi nio lacagta labaatanka meel ka soo qaad, waxaa isiri lacagtaan iska tiri, lacagtu waa sax labaatan waay, labaatan ma dhaafi kartaa marka kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban siddeed iyo toban sagaal iyo toban labaatan aw kuu ma jirto, ma dhaafi karti waqtigaaga waa sidaas. Maalima lagugu daray dheydku alla kuu qabtay haddaad konton sano gaartid, haddaad boqol iyo kow sano aa gaartid boqol juust haddaad ku dhimanaysa waa qoranta. Haddaad madaxweyne dalkan ka noqonaysay, haddaad ra-iisul wasaare ka noqonaysay, haddaad aad qashin dhulka qaadaysay, ilaahay subxaana qaadira qoray. Ilaahay waa qafur raxiim, waana shidadilciqaab cid ay dili karaan oo wallaahi oo billahi hotelaha sijeed waad aragtay hotela intay waa wareen ayaa dadaa waartay alawn odaygii muxuu ahaa wadaadkii oo indhaha lahaa qur-aanka aqrinayay hotel saxafi a loogu galay qolkuu ku jiray galeen waa arki waay waa ka tageen qolku wuxuu yiri dad galeen meeshaa iska fadhiya say ciidamadii dowladda u weerarayeen oo u weerarayeen oo u weerarayeen ayaa meesha markii la galay isagoo meeshiisa fadhiyay, isagoo meeshiisa fadhiyay waxba gaarin aa loogu tagay shekh baaruud mu aha. Marka waxaan rabaa inaan ummadda u sheego qof bini aadan ku dili kara maayo, waxaan ilaahay kuu qorin ma kugu dhacayaan, waa haddaa ilaahay taqaanid oo salaadaada tukanaysa asoomaysa oo qof muslimna aa tahay, haddaa gaal tahayna iyo aad tukanayna oo ilaahayna aqoonna oo garbahaaga in malaa'ig saarantaha aad oqoyn taas maba ku darinba iska aamin warkooda. Laakiin amarka dowladda shaqeynaya, amarka maxamed cabdullahi farmaaji kheyraa shaqeynaya, ganacsata lacag ma bixin karto ma bixin karto, kii bixiya waad waa la dilaya tutogasha lagu xukumanaya. Bal fiir adar maanta tusaalan ku tusaya south africa ma caawa maxaa ka dhaca mataqaaniin, nimanaa waxay rabeen inay masaajid gubeen oo dad muslimiina leeyihin masaajid markii kadob ka tulan booliiskii waa la soo qabtay iyagoo raba inay gaas iyo wax ku shubaan laba ka mid a ciidankaa toogtay booliiskaa toogtay. Bal fiiri haddii marka booliiskaas ay togteen oo dabkii la damiyey dadkii muslimiintii tirada badnaa ee masaajid ku tukanaya oo lasoo baxay booliiska dejiyey oo dabkii la damiyey oo meydkii meesha laga qaaday, halkaas waxaa ka dhici lahaa dagaal iyo sarnaceeb iyo gaalay muslimaa ka dhicinay. Laakiin labadii qofooda dhibkooda waa la tooj waa la dilay. Haddii calalweynahan lacagta bixinaya oo la ogyahay wax qarsoona ma hadan waa la yaqaanaa hebel hebel aa la keeni karaa
ولا الصقب تقول يرادو إبر وحوها كان عصدي مكاره هو هنا يعني ما كان العكس سنجري وما سنت قال الكلمة بس بس نقول بيا إبر الدرع بحين ما الله صوع بحين ما براد واحد غادي كرتغان صوته أمر كي دولة دوقات لكن قبل كبنادر أمر دولة كما شغي أنا كل شيء قبل كني ما كان كشغي وراش شغل الجوج ورا نوكا ديس الجوج ورا مليه ورا ديس الجوج ورا ماشي الغدر كتك ورا وزير ده وشغل كتك بس شغل انت هسيت يا مركل الرباين أمر كيس وشغي دولة ده الرباين شغي قفك السلام عليكم يا عمي هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورالكي يورن سلو ورالكي معاني برامج كمان سعد برنامج كمان سعد برنامج كأد ودنا أد أد بن وطاير سنة ما فهمت كذا ما علني سلو ما حد فكر إنه هسا نيو برنامج كأجو أن طاير سنة هاي دولد نبدي يا نلول هرها أسعد وبان لا يا ما فهمت واجد Soomaalida dana waxa laga rabaa inay dawladdeeda la shaqeyso oo ciidanka booliska ay la shaqeyso wax alaala waxii magaalada ku soo ziyadana ay la socodsiido ma faahfaahin nimantaan arxan laawayaal way dad oo umada dibkooda u taagan way dadkan in la iska qabto ay dawladda kaliyeedana waxba ma qabaneyso ilaa shacabka haday la shaqeeyaan waxbay qabaneysa su'aalan ku weydiin nimankii dawladda u shaqeynayay madaxweynihii ra'iisul wasaare waxay shaqeen in dalkan amarna wala aqbali doon in musuqmaasuq lagu sameeyo iyadoo cadeyna iyadoo video iyadoo cod la keenay in CID-di musuqmaasuq baahsan uu ku jiro loona fidiyay qaar ka mid ah al-shabaab inay lacag intay bixiyeen warqadihii dambiga la'aanta la siiyay si fiican arrintaas sidee kula taabay arrintaas waan soo dhawaynayaa weliba waxaan leeyahay qolada oo oo CID-da meesha ka shaqeeyso oo musuqmaasuqa meesha ka wado oo umada maxay ahaydo lacagtooda sida xaaraanta u cuno waxaan leeyahay naminta ayaka sidaas ayaa lagu dhaafin naminta waa in maxkamada la soo istaajiya oo gabigooda xabsi loo taxaabo weeye namintaas Soomaalida waxa waay dad fiican waaye laakiin dadka u adeego boqolkiiba 80 waa dad caadi qaato waay oo xaaraanta cuno ma fahant وما سنتهاي أديها مثل كويدي أنا كسوق كوبا نضرب بدلنا أي عطك ربان جنا عصت هذا إن مجال هذا مقدشو عن شورت على الشباب هي هيك ما حدينه جنا عصت هذا أيك سيد وكلا وإن وراغه وارنت لودرو إن ما دعي كرتو إن معقول ما هن إن جنا عصت هذا أو محل ده هاي إن وصومال الجوجو دولتنا وعن شور سيو oo al shabaab nan lacag ay ka qaadato wax suurtagal ma ahan waa in dawladda talaabo ka qaada oo nimanka ay ka ah in maxay ahaado in warqad waaranti loo diray oo arintaas ay joojiyaan naftan halmar araa dawladdu tirtay saraakiiladii hore oo nabadgelyada tuur yar iyo kamidiin shambloshiga kamidiin hore u direen wasiirka maaliyadda hore u sheegay wulina wax talaabo cad ma laga qaadin waxaan la sheegay inta ka dib magaalada muqdisho ay canshuur ka qaadaan waxa la sheegay alaabta ka soo dirtay inay canshuur ka qaadaan baawurta magaalada muqdisho inay canshuur ka qaadaan haddana ay ku leeyihiin xafiis dayni safiican marka talaabadaas wali dawladdu waa sheegtay way hanjabtay ilaa hadda way ay dawladdu talaabo u qaadi laad walaahi inay horta dawladda maxay ahaado dawladda uma yara dadaal uma yara dawladda nabad iyo nolol oo aan taageersanahay way dadaalaysa ganacsatada ayka hagardaamin wado ayka waxay rabaan dadkaasna inay maxay ahaado ay lacag siiyaan kuwana saas ay ku shaqeeystaan taasna ma dhacayso ganacsatadaas waa inay maxay ahaado dawladooda ay garab istaagaan hadii dawladdi ay tiri canshuur nimankaas lama siin karo cidii siirtana talaabo sharci ah laga qaadaya ay nimankiina warkii maqleen ganacsada warkaas uu gaaray nimankii kalena ay soo waceen yiraahdeen khidmadiina waa la inka rabaa sidaa u bixin jirtina u bixinaya hadday qaateen amarkii al-shabaab waa dadkaas waa in la xiraa waa in la xiraa waa dambiilyaal
ma dhacayso mana dhici karto in aad dhahdo nimantaas lacag baan siinayaa, qoladaana lacag aan siinayaa, wax soconaya ma ahan. Waana la soconaa in ganacsatada alaabta ay soo degto markabka rorka saaran, wax walba inay lacag bixiyaan waan la soconaa. Marka kolba Soomaali ilaah uma qaniyo. Maxaa isleedahay, maxaa diidana isleedahay, maadaama ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisa maxamed cabdullaahi farmaajo ay la dagaalamayaan musuqmaasuqa aada u xumay oo ka go-ay gabadhii walaashay dhahasi isii aan siinaya xamse hadduu ilaah yiraahdo, xamse way ka maqan tahay saaran siinana hadduu ilaah yiraahdo, qofkii ka maqan waa ka soceynaa saare iyo xamse mau shaqaynayaan. Waxaan rabaa in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu mar walba shirkiisa jaraa'id ee wasiirada uu ka sheegaa inaan la aqbali doonin dowladdiisana ay la dagaalami doono musuqmaasuq, taasoo ummadda Soomaaliyeed ay dhegta u taagayeen. Markii Xasan Cali Khayre uu qaaday tallaabo sharciya waafaqsan ummadda Soomaaliyeedna ay aada ugu reeqday, fairest time ay horreysay, markii ugu horreysay dowlad Soomaaliyeed ay rag mas-uuliyiin dowladda ka tirsan xilalna ka haya loo xiro arrin lagu ciidanayo musuqmaasuq, waxaa ka mid ahaa agaasimihii tagada magaalada Muqdisho iyo rag kale oo shaqaalaha ka mid a ilaa haddana ay u xiriyiin maxkamadna ay mareen. Waxay dadku isweydiinayaan waay ay dowladdu u xiri laaday ganacsatada diidan amarkooda, dhaqaalena ku bixiya, dhaqaalena ku bixiya inay lacagta bixiyaan. Dowladdu amaray bixisay, wasiirka maaliyaddana amar u baxshay, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre amar ayuu baxshay, saraakiisha amnigana amar ayay bixiyeen. Waxay sheegeen ciddii lagu arko inay canshuur bixinayso tallaabo sharciya laga qaadi karo, arrinkaas ma hirgelin. Waxaan rabaa bulsho weynta Soomaaliyeed inaan idhaahdo arrintaas waa arrin taagan, waana sugannaa waqtiga ay hargasho. Waxaa kaloo isweydiis mudan, haddii tikadii la xiray madaxdii u sarreysay maxaa loo xiri la'yahay dadka ku dhaqaaqay musuqmaasuqa xaruntii weyneed ee dembi baarista ee CID-da oo ay sida dadku magaalada Muqdisho ay sheegayaan ama dadku tuhmo ay ka qabaan in niman Al-Shabaab ay lacaga bixiyeen loona fududeeyo warqaddii caddeynaysa inaysan dembiyo lahayn. Waxaa kaloo dadku isweydiinayaan in gobolkii Banaadir ay ka maqan tahay lacag 1 milyan markii uu kursiga ku fadhiistay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Finish, allah u naxariistay yariiso maalintii qaraxa gobolka Banaadir 14-kii bishii hore ayuu lacagtaas akoonka laga baxshay. Waxaana la sheegay in lagu lacagtaas ama loo soo baxshay in lagu bixin doono qaraxyadii ka dhacay gobolka Banaadir laguna samato bixin rabo. Waxay dadku isweydiinayaan haddii CID-dii musuqmaasuq baahsan uu ka jiro middaana ay tahay mid ka xun midda lagu qabtay midda ka jirta tikada magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ummadda u kala caddeeyo tikadii Muqdisho waxaa lagu qabtay isdabamarayn iyo lacago xatooyaa, laakiin middaan waa ummaddii Soomaaliyeedna dhibaato weyn dib ugu abuurasa, waa mid ka xun oo khiyaano qarana markii qof Al-Shabaab loo fududeeyey in warqaddii la siiyo inuusan dembi lahayn. Haddii gobolkii Banaadir madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uu yiri ma laga bixin karo lacag akoonka dowladda, ma laga bixin karo akoonka dowladda, waxaan codsanayaa in shaqaalahan ay sii shaqeeyaan ilaa amar dambe oo ay ka degi doonto arrintan murugalaha iyo masiibada nagu dhacday. Waxaana la sheegay in 24-kii bish qaraxa uu dhacay gobolka Banaadir 1 milyan lacag laga baxshay. Haddii marka amaasan tahay haddii marka ay labadaas arrimo ay taagiyiin, haddii degmada Dayniile ay tegayaan ganacsada Soomaaliyeed oo baabuurta la soo degay magaalada Muqdisho ay canshuur ku soo bixiyaan meel la ii sheegay duuleedka degmada Dayniile, haddii ganacsatadii waaweyneed ee magaalada Muqdisho ama suuqa Bakaara ay tegayaan ceelasha biyaha ay lacagna bixinayaan, waxay dadku isweydiinayaan maxaa arrimahaasoo kale muhiimka wax looga qaban la'yay. Waxaan rabaa inaan dowladda mar labaad dhiirigeliyo, waxaan rabaa dowladda inaan mar labaad farta ugu fiiqo in arrimo aas-aasiya oo bulshada Soomaaliyeed dowladnimada ay ku jeclaanaysay in wax laga qabto mudanna ay gobolka Banaadir dhex yaalaan. Waa inaan jecelahay ku xirno YouTube-kayga, meesha karuu saarayaan subscribe saar, gabaleelka farolegna saar, waxaad igu imaanaysaa xogogtii ugu dambeeyey. Anigu waxaanahay update Xasan Cali Khayre meel hebel u tegey, Xasan Cali Khayre $100 bixiyey, maxamed cabdullaahi farmaajo meel hebel u tegey, baddii waa guulaysanay, maalintii badda la iskugu imaanayaa, ciidamadeena deegaano hor lay qabsameen, adigii Soomaalida waa laga guulaystay, dowladda hore waa dhaqaa, intaas ayaad igu imaanaysaa. Haddaad marka barnaamijyadeedaas ay ku qanciyeen
ama aad ii aaminsan tahay inaan muwaadin soomaaliyeed ahay, waxaa waajib kuga inaad youtube-ka meesha kuru saaraya subscribe saarato, like-na saarto, gambalaalka furano si aad u hesho hadduu youtube-ka ku dhaaf. Leefkan hadda markaan ka baxo facebook waa ka tuuriya awal dad badan oo shaqeeya ayaa markay shaqada ka baxaan leefafkayga, markaas ka bacdi dib u arki jiray komediyana kasoo bixin jiray oo dadka qaar aa moodid ba inaan markaas leef ku jiray gudoomiye ku salaam salaantana ay qaaday isoo qori jireen, laakiin leefki waa ka bixiyey si toosa waxaan u dhigi doonaa youtube-ka. Marka waxaan jecelahay inaad labada dhinacba igala socotid, dowladnimaana wada deeqda, hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajayn doonaa in arrimahaas aadka foosha u xun in la qabto, in isbartiimadii magaalada muqdisho ay yidhahdaan al-shabaab hala joojiyo waa arrin very very disappointed. Shacabka gobolka banaadir inay aada uga naxeen in ay nimankan awood ku dhex leeyihiin gobolka banaadir, waxyaabahaasna waxaan rabaa inaan u iftiimiyo dowladda, hay-adda nabadsugidda iyo hay-adda booliiska ba inaan u iftiimiyo in arrimahaasoo kale tallaabo sharci waafsan laga qaado, ciddii lagu arkana tallaabo la saaro. Waxaana kaga tegayaa oo walaalkiina jecel mar walbana niyaddiinu ku haya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.